عند قياس قوة النظر بدون نظارات أو عدسات، والمريض لم يستطيع رؤية أكبر علامة في اللوحة، أول خطوة يتم تقريبه للوحة حتى يستطيع الرؤية، ويتم تسجيل المسافة التي قرأ عليها العلامة وأيضا العلامة. فمثلا على مسافة 3 متر استطاع أن يرى علامة 60، فيسجل 3/60. إن لم يستطع على 3 متر أن يقرأ أكبر علامة فيقرب إلى 1 متر، وإذا قرأها يسجل 1/60. فإن لم يستطع رؤية العلامات إلا على مسافة 1 متر يتم تقييم حدة الإبصار عن طريق عد أصابع الفاحص، وتكتب المسافة التي تم عليها المريض عد أصابعه. فإن لم يستطع أن يعد أصابع الفاحص فيتم سؤاله إذا كان يستطيع ملاحظة حركة الإيد أو أن يحرك إيده مثل حركة إيد الفاحص. فإن لم يستطع ملاحظة حركة الإيد فيتم سؤاله إذا كان يستطيع ملاحظة ضوء موجه إلى عينه أو لا. إذن الحالات هي مثل التالي: 1/10/400 تعني أنه على مسافة 10 قدم بدل من 20 قدم استطاع أن يرى العلامة 400. 2CF اللي هي اختصار count finger at 6 inch تعني أنه عد الأصابع على مسافة 6 inch. 3HM وهي اختصار hand motion تعني ملاحظة حركة الإيد فقط. 4LB تعني ملاحظة الضوء اللي هو light perception. 5NLB تعني no light perception أنه لم يرى أي ضوء تماما. اختبار قوة النظر هو من الأساسيات المهمة جدا، فهي معيار فاحص النظر لتقييم صحة فحصه وكمان لتقييم قوة نظر المريض. شكرا جزيلا.